الله تعالى بركته. الاخوان والاخوات، ان شاء الله اليوم نقدم معكم واحد الطريقه ديال الدنجال اللي كتجي زوينه وكتجي رائعه، نقدمها معكم ان شاء الله اليوم. كناخذوا الدنجال كنقطعوه بحال هذه الطريقه، هذه كنقطعوه على اربعه، انا هي عندي وحده هنايا، غادي نقطعها بحال هكا. وهاد الوصفة ديال الدنجال كتبغي داك الدنجال الصغير، وكما كنقولوا حنا في وجده كنقولوا ليها البرانيه، كنحتاجو الدنجال الصغير ماشي داك الكبير. الكبير ما كتجيش بهاد الوصفه هادي، كنقطعوه بحال هكا على اربعه، ما كنفلحوه حتى للراس ديالو غير هكا، وكنديروه في كاسرونه ولا في مرميطه، كنديروا فيها الماء والملحه وكنخليوه يتسلق تقريبا شي ربع ساعه هكا بلا ما صافي كيطيب، ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا جميع المقادير ونوجدوا لاصوص ديالنا اللي غادي نرافقوها مع هاد الدنجال. بالنسبه للاصوص كنحتاجوا جوج مطيشات مقطعين، جوج مطيشات كبار مقطعين بحيده ليهم الجلده ديالهم ومقطعاهم مكعبات صغارين، ما كنحكوهاش كنقطعها غير مكعبات. عندي هنايا تقريبا نص فلفله حمراء مقطعه حتى هي مكعبات بحال هكا. عندي زيت العود، غادي نصيب هاد الدنجال هذا بزيت العود، وشويه ديال بودره ديال الثومه، انا ما عنديش الثومه، الا عندك الثومه العاديه ديريها. والاخرى بالنسبه للعطريه عندي هنايا الكمون والتحميره والملحه بطبيعه الحال اللي غادي نملحوا بها هاد الاكله هادي. دابا غادي نقادو لاصوص، غادي ندير مقله وندير فيها زيت العود، كنضيف المطيشة، كنخليو هاد المطيشة تتشحر شوية مع هاديك زيت العود، وغادي ندير ليها شوية ديال الملحة، كمية ديال الملحة، وكنديرو أيضا التومة. كنخليو هادشي كامل تقلى مزيان، هي المطيشه بدات كتطلق الماء ديالها. دابا غادي نضيف الفلفله حمراء، كتجي معها زوينه الفلفله حمراء، كتجي مع لاصوص، كتواتى مع لاصوص بزاف كتجي معها. كنخليو هادشي يتقلى حتى المطيشه كتذبل وكتولي لنا واحد لاصوص زوينه. هانتوما كما كتشوفوا راني خليتها تقريبا واحد 10 دقائق، هيا صافي المطيشه طاحت ذبلت، الفلفلة حتى هي راه قريبة. دابا غادي نضيف ليها الكمون، تقريبا معلقة صغيرة ديال الكمون ومعلقة صغيرة ديال التحميرة. وكنحركو، بالنسبه للتحميره كنخليوها حتى الاخير، ما كنديروهاش في الاول، لا بالنسبه للتكتوكه لا للزعلوك لا الفلفله، لا كنخليوها في الاخير. صافي كنخليوها عاوتاني واحد شويه بلا ما يوجد لينا الدنجال اللي قريب يتسلق قريب يطيب. هو الدنجال ما بقاش ليه بزاف، غير شويه ونطفي عليه بلا ما نمشي على لاصوص حتى هي. صافي دابا ها هي شربات، مابقاش فيها هذيك الماء ديال المطيشه. نسيت في الاول ما ذكرت لكم القزبر والمعدنوس، نضيفهم في الاخير باش تبقى البنه ديالهم.
بحال هكا ونطفيو عليه. صافي ملي درت دابا الربيض ما نزيدش عاد طيبو، صافي نطفي عليه. هو الدنجال صافي راه طاب، كديري فيها هكا الموس يعني راه طايب. هو هو طايب صافي، نطفيو عليه ونصفيوه من هذاك الماء اللي فيه. ها هو تسلق صافي طاب، انا نحيدو نحيدو ونصفي. هو نخليه هنايا، نخليه يستقطر واحد شويه، ما بغيناش يكون فيه الماء باش ما يديرناش لاصوص فيها الماء ديالو، حتى لو ما بغيتيش تسلقيه تقدري تفوريه ديريه في الكسكاس وتفوريه، حتى هو كيجي زوين ملي كيكون مفور. انا فضلت نسلقو. صافي دابا ملي استقطر مزيان وهذاك الماء كناخذوا هذيك لاصوص. كاين اللي كيطحنها، الا بغيتي تطحنيها طحنيها باش تولي لك واحد لاصوص كتكون جاريه. انا نفضل نديرها غير هكا بالفرشيطه، بغيت هذوك لي مورسو ديال الفلفله يكونوا شويه باينين، ديرها غير هكا بالفرشيطه. كناخذوا هذاك الدنجال كنحاولوا نعمروها كامل داخل بهاد لاصوص، نجيب معلقة حسن على هكا. هذه الطريقة مفهومة، عندي شويه الضو ناقص سمحوا لي. نكمل بنفس الطريقه، كنعمرو الداخل وكنخليوها عبر. صراحه كتجي اكله زوينه طريف في الصيف هاد الفتره هادي، بنادم كيبغي ياكل غير شي حاجه خفيفه، شي حاجه بارده. الا كتاكل اصلا تاكليها بارده ولا تاكليها دافيه كيما بغيتي، تقدري ديري بكميه كبيره وتحتفظي بها في الثلاجه يعني تاكلي فيها يومين ما كتخسرش، غير ديريها في الثلاجه وما تخافيش عليها. صافي بحال هكا كنديرو وحده دابا غادي نردها فوق البوطه وغادي نقيس عليها العافيه مزيان مزيان. انا بغيت غير هذيك لاصوص طيب مع هذاك الدنجال، والدنجال حتى هو يشرب لي هذيك لاصوص باش يكون داكشي عفوا منسجم مع بعضياته. انا رديتها فوق البوطه. بالنسبه لهاد العميد هادو نقص لهم شويه طوالين، ولكن كيعطيو منظر زوين الدنجال. صافي كنخليوها بحال هكا كتبقى واحد شويه تقريبا واحد 5 دقائق صافي، ونقدموها ان شاء الله بحول الله. انا غطيت عليها باش هذاك البخار اللي غادي يطلع يرجع على داك الدنجال ويشرب ليا لاصوص مزيان. صافي غير شويه ونطفيها. صافي هو الدنجال بعد ما خليته تقريبا غير شي شويه صافي شرب مزيان هذيك لاصوص. صافي خليوه هكا ونخليوه حتى نبغوا نقدموه.
صافي دابا غادي نطفي عليه. ها هو هيا ما فيش هذاك الماء، انا ما بغيتش هذاك الماء. لاصوص عاقده مزيان. دابا غادي نقدمو في الغسيل. باقي سخون. كنحاولو نبركو عليه بحال هكا باش يعطينا داك الشكل ديال الوردة. ناخذ هذيك لاصوص كنديروها في الوسط. حتى هو راه داير هاد لاصوص دايره بحال التكتوكه بالفلفله حمراء ومطيشه. بغيتي ديري ليها الحار، انا على حساب الوليدات ما بغيتش ندير الحار. ديري الدفاع هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي قدمت معكم اليوم ديال الدنجال بواحد لاصوص اللي كتجي زوينه وبنينه ومعلكه ما فيهاش كاع الماء ناشفه. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الطبق وتقدموه مع كيجي مع الحوت مع شلاضه مع الطاجين، ترافقيه مع اي حاجه ولا غير بوحديتو بحال غدا ولا عشاء خفيف. ان شاء الله تبارطاجيوه مع الحباب ومع الصحاب وديروا ليا جيم الفيديو وتشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. وشكرا لكم على المتابعه وعلى المسانده ديالكم ليا، والى فيديو لاحق ان شاء الله.